إذا مشاهدينا الكرام، نواصل تقديم أخبارنا. أطل رئيس الحكومة هشام المشيشي خلال زيارته إلى ولاية باجة على الوضع الصحي بالجهة وظروف سير الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، كما وقف رئيس الحكومة على الاستعدادات الخاصة بتركيز المستشفى الميداني بالقاعة المغطاة بالمدينة. هذا المستشفى الذي أصبح جاهزا من حيث البنية التحتية والتجهيزات في انتظار توفير الإطار الطبي وشبه الطبي. وقفت على تركيز المستشفى الميداني، كانت لي زيارة إلى مركز التلقيح. المستشفى الميداني إن شاء الله من هنا لآخر الأسبوع يكون جاهز، بطاقة استيعاب تتجاوز 80 فرش، وقاعدين نشتغلوا على توفير إن شاء الله الموارد البشرية اللي باش تكون على ذمة أهالي باجة لمساعدتهم على تجاوز الأزمة هذه.